ومعنا مشاهدين عبر الانترنت من اسطنبول عبد الله الاسعد المحلل والخبير العسكري. مرحبا بك سيد عبد الله. اذا انباء عن توصل روسيا الى اتفاق مع المعارضه المسلحه في حراستها لتهجيرها الى ادلب، كيف تقرا ما يحدث؟ مساء الخير لك وللساده المشاهدين. مساء النور، اهلا بك. يعني في الواقع طبعا عمل النظام على الخرق من اتجاه الشرق من اجل تقطيع الغوطه الى عده مناطق. استطاع النظام بهجومه من جهة الشرق ومن جهة الشمال الغربي ومن جهة الجنوب الغربي أن يتقدم بهجوم على ثلاث محاور أدى إلى تقطيع دوما وحرستا والقطاع الأوسط عن بعضهم البعض. فلذلك نحن أمام منطقة جغرافية ليست متواصلة فيما بين بعضها البعض، أصبحت جغرافية منطقة الغوطة تقاتل كل منطقة من المناطق الثلاث على حدة. نعم. يعني هذه المنطقة هي بالأساس ليس لديها خطوط إمداد ولا خطوط إخلاء طبي من أجل إسعاف مثلا الجرحى ومعالجتهم، ولا يوجد أي نوع من أنواع الإمداد اللوجستي أيضا لهؤلاء القوات. هذه الفصائل المتواجدة في الغوطة الشرقية لديها مخزون معين من الأسلحة والذخيرة والطعام والأدوية الطبية. هذا الشيء أدى إلى أن الجبهات أصبحت لا تستطيع ضمن الغوطة أيضا أن تؤازر بعضها البعض. يعني الفصائل الجيش الإسلامي لا تستطيع أن تؤازر أو تقوم بدعم لأحرار الشام، وفيلق الرحمن لا يستطيع أن يؤازر جيش الإسلام. فلذلك هذه الجبهات أصبحت منفصلة عن بعضها البعض. الجهد الرئيسي لهؤلاء انقسم من جهد رئيسي واحد إلى ثلاثة جهود رئيسية، وأصبحت كل من هؤلاء الفصائل تعتمد على نفسها. فهناك سيكون تباين في قتال هذه الفصائل. مثلا جيش الإسلام في منطقة مسرابة يشن هجوما قويا، لديه قوة أساسية. ما أهمية هذه الهجمات المضادة في يقوم بها جيش الإسلام في مسرابة؟ هل يمكن أن يتمكن من إعادة وصل مناطق سيطرته من جديد؟ طبعا هي يعني هدف الهجمة المعاكسة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق. طبعا يعني إعادة العدو المتقدم المهاجم إلى الخلف واستعادة الخطوط الدفاعية التي كان يتمترس بها. هو تراجع عن هذه الخطوط نتيجة القصف الجوي الكثيف الذي ما زال مستمرا. فيعني يوم أمس صباحا كان في الصباح الباكر 100 غارة جوية على دوما، وطبعا أعداد يعني القتلى والجرحى يعني تفاقم، ولم تعد هناك لا مستشفيات ولا مشافي ميدانية. طيب ماذا عن المفاوضات عفوا في دوما في وقت يقول جيش الإسلام أنه يرفض التهجير؟ طبعا يعني الجيش الإسلامي هو القوة الكبرى طبعا، وهي نحن نعرف أن الغاية من هذه الحرب يعني التي اشترك بها الروس ونظام الأسد والإيرانيين وحزب الله هدفها تغيير ديموغرافي للمنطقة. يعني جيش الإسلام يعي هؤلاء هم أبناء المنطقة، أبناء دوما وأبناء عربين وأبناء كفر بطنة وحموريا وسقبة، يعلمون أنهم إذا خرجوا خارج منطقة الغوطة سيستوطن مكانهم عناصر الميليشيات الشيعية من العراق ولبنان حزب اللات والمرتزق الأفغان الذين جاءوا إلى هنا. فالأطراف الثلاثة أو الأربعة المشتركة في الهجوم ونظام الأسد بالدرجة الأولى غايته تغيير ديموغرافي في منطقة الغوطة، يعني ليكمل الطوق حول العاصمة دمشق. طبعا هو بدأ من عام 1900 تقريبا و80 بدأ بإنشاء طوق شيعي نصيري حول مدينة دمشق، والآن يستكمل هذا الطوق لم يعد هناك يعني كمية كافية من القوة البشرية من ملة بشار الأسد. الآن استعان بعناصر وميليشيات شيعية سيسكن أهلها وأبناؤها أبناء المقاتلين الذين يدعمونه في حول دمشق من اتجاه الغوطة الشرقية والغوطة الغربية ومن اتجاه الأحياء الجنوبية أيضا التي ما يزال فيها الآن ثوار
طبعا وميليشيات شيعيه من السيد زينب ويلدا وبيلا وبيت سحم حتى الوصول الى منطقه القدم سيستوطن هناك. يعني هو عباره عن مشروع استيطاني سيستوطن به الباكستانيون والافغان وكافه الميليشيات الشيعيه التي جاءت تدعم بشار اسد حول مدينه دمشق. لم يبقى سوى هذا القوس الموجود من اتجاه الغوطة الشرقية. هذا القوس سيتخلصون به. طبعا روسيا وضعت يعني جل اهتمامها وكل قوتها وثقلها في الجهة الشرقية من مدينة دمشق في الغوطة الشرقية من أجل تهجير أهل المنطقة إلى أدلب. وطبعا يعني روسيا لديها هدف واسع واستراتيجي يكمن في الهدف الجيوسياسي الاستيلاء على كافة الأراضي السورية المتبقية الآن وتعويم نظام الأسد من خلال يعني عملية سياسية تفرض الأمر الواقع. أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الله الأسعد من إسطنبول عبر الإنترنت المحلل والخبير العسكري.